الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية. مجلس النواب يبدأ اليوم دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن العاصمة. العاشرة صباحاً في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلاً ومرحباً بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس لوزراء خارجية الرباعية الدولية مجموعة ميونخ المعنية بدعم مسار عملية السلام، وفي اجتماع آخر مع وزير الخارجية الفرنسي. أكد الرئيس السيسي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في المجالات التنموية. وفي شأن مختلف، وجه الرئيس السيسي بأن يتم تنفيذ كافة الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي للجلود وفق أرقى المعايير الهندسية وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء خارجية الرباعية الدولية مجموعة ميونخ المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلا من السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، والسيد هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال هذا اللقاء على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء انعقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة. وقد رحب السيد الرئيس بالمجموعة الوزارية في القاهرة، مشيدا سيادته بالتنسيق الرباعي المصري الأردني الفرنسي الألماني الذي يهدف لكسر الجمود الحالي في مفاوضات عملية السلام، حيث أكد سيادته أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، وأخذاً في الاعتبار عضوية المجموعة التي تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي. كما أكد السيد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية وجوهر قضايا الشرق الأوسط، وذلك سعياً لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وشدد السيد الرئيس على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب، ومشيرا سيادته إلى أن هذا التقدير ينبع من الواقع الذي عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليا على مدار أكثر من 4 عقود. من جانبهم أعرب وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات مجموعة ميونخ، وذلك بهدف العمل على تحريك جهود السلام في المنطقة وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طالب في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى كل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل. كما استقبل السيد الرئيس وزير خارجية الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط والقارة الأفريقية. وقد نقل وزير خارجية فرنسا إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال زيارة الدولة المتميزة التي قام بها السيد الرئيس مؤخراً إلى باريس. من جانبه طالب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، معرباً سيادته عن التقدير لحفاوة الاستقبال خلال زيارة الدولة الأخيرة لباريس، والتي عكست الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومؤكداً ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب السيد الرئيس عن التطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. كما أوضح السيد الرئيس أن هناك إطاراً واعداً للتعاون الثقافي بين البلدين في ضوء قرب افتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تحتويه من صروح ثقافية ضخمة وفريدة، وكذلك المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم. وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المنتظم بين مصر وفرنسا في هذا الصدد، لا سيما في ضوء التوافق بين المصالح السياسية والاقتصادية للبلدين. كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب السيد لودريان عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية، وهي الجهود التي باتت محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره. وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. وقد تم التباحث أيضاً بشأن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم جهود دول تلك المنطقة في مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك، خاصة بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصة الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بأن يتم تنفيذ كافة الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي وفق أرقى المعايير الهندسية، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائي، ولتصبح نموذجاً للمناطق الصناعية المتخصصة، ولتساهم بفعالية في جهود الارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية وتعميقها محلياً، وذلك في إطار جهود الدولة ذات الصلة.
كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية أي متطلبات إنشائية أو تجهيزية إضافية قد تحتاجها مدينة روبيكي، وكذلك إيلاء أهمية لتعزيز التعاون مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال لرفع القدرات الإنتاجية التنافسية للمدينة وتوطين التكنولوجيا. يعقد مجلس النواب اليوم الجلسة الافتتاحية لبدء الفصل التشريعي الثاني، وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي إن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 ستبدأ برئاسة العضو فريد الشوباشي بوصفها أكبر الأعضاء سنا، يعاونها أصغر عضوين وهما النائبان فاطمة أحمد وأبانوب عزت، مشيرا إلى أن رئاسة الشوباشي للجلسة تنتهي بانتخاب رئيس للمجلس الجديد وتسلمه إدارة الجلسة العامة. هذا وعبرت النائبة فريدة الشوباشي التي ستدير أولى جلسات مجلس النواب الجديد باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، عبرت عن سعادتها بتولي هذا المنصب بعد فترة عصيبة عاشتها المرأة المصرية في ظل حكم أهل الشر. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز قالت الشوباشي أن العالم أجمع يتابع بإعجاب تولي المرأة لهذا المنصب للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية في مصر. طبعا دي حاجة يعني مهمة بالنسبة لنا، وحتى العالم كله دلوقتي بيتحدث عنها، وانا شفت ردود الفعل حتى في الصحف الاجنبيه. بصي احنا جات لنا فتره زي ما دايما بقول وبحب اكررها عشان ربنا ما يعيدها تاني ابدا ونبقى من تقدم للتقدم، جات لنا فتره حالكه السواد كان فيها يعني اهل الشر اللي عشان يقسموا ويسرزموا المجتمع المصري، المرأة عورة، المرأة ما تخرجش، المرأة ما تشتغلش، المرأة ما عندهمش حاجة تانية، لأنهم فاشلين في أي ميدان آخر، ما يعرفوش إلا ثقافة النصف الأسفل من الإنسان. فأنا بقول الحمد لله إن ربنا بالقدر اللي موجود إن أنا أكون أكبر الأعضاء سنًا. الزميل محمد الحداد ينضم إلينا مباشرة من داخل مجلس النواب. أهلا بك محمد في هذه الجولة الإخبارية. كيف بدأ مجلس النواب في الساعات الأولى من هذا الصباح قبل أقل من ساعة على افتتاح الفصل التشريعي الثاني من هذا البرلمان؟ تمام، أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين من مقر مجلس النواب، وهذه المتابعة للجلسة الإجرائية الأولى في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. بكل تأكيد منذ الصباح الباكر هناك العديد من الاستعدادات داخل أروقة مجلس النواب، هناك العديد من الإجراءات الاحترازية المتخذة من الكشف الحراري وتوزيع الكمامات والمطهرات على جميع الأبواب الخاصة بمجلس النواب. أيضا هناك العديد من الإجراءات اللوجستية، هناك استراحات تم إعدادها للسادة النواب داخل البهوة الفرعوني، و هناك أيضا خيمة مخصصة للاستراحة في محيط الحديقة الملحقة بمجلس النواب. كل هذه الأماكن أيضا مزودة بشاشات عرض بالصوت والصورة لنقل وقائع الجلسات على الهواء مباشرة. بكل تأكيد في هذه اللحظات التي أتحدث فيها إليك بدأ توافد عدد كبير من النواب لمقر المجلس تمهيدا لبدء الجلسة الإجرائية في تمام الساعة 11 صباحا. من المقرر أن تنقسم هذه الجلسة الإجرائية إلى قسمين، القسم الأول في تمام الساعة 11 صباحا بحضور نصف عدد
النواب وهم من المنتخبين بالنظام الفردي، والقسم الثاني من الجلسة الإجرائية سوف يبدأ في حدود الساعة 2 ظهرا بحضور نواب القائمة والنواب المعينين، وذلك حفاظا على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين النواب. المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب تحدث أن هذه الجلسة بكل تأكيد تحرص الأمانة العامة لمجلس النواب أن تكون جلسة مشرفة لمجلس النواب ومشرفة لمصر، وبكل تأكيد سوف نتابع معكم على مدار الساعات القادمة أجواء وتفاصيل هذه الجلسة الإجرائية الأولى. عودة إليك همام. محمد الحداد مراسلنا من داخل مجلس النواب، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه التفاصيل حتى اللحظة، شكرا جزيلا. نجحت الدولة المصرية في إتمام مؤسساتها التشريعية رغم التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، وذلك من خلال التعاون بين مختلف المؤسسات وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتأمين كامل من الشرطة والجيش تم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ظل ضوابط وإجراءات احترازية. رغم تحديات أزمة فيروس كورونا، نجحت الدولة المصرية عام 2020 في إتمام مرحلة مهمة وحاسمة لمؤسساتها التشريعية وإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على مراحل متعاقبة. الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وشهد التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارتي الخارجية والدولة للهجرة نجاحا في التواصل والتنسيق لإدارة المشهد الانتخابي، وكذلك التيسير بالإجابة على مختلف الاستفسارات التي ترد من الجاليات المصرية حول الانتخابات وآليات التصويت. وبالإضافة للخطة الناجحة لمواجهة خطر كورونا، فقد جرت انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وسط تأمين كامل من القوات المسلحة والشرطة لتوفير مناخ آمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. شهادات دولية برهنت على إجراء الانتخابات البرلمانية باحترافية عالية، حيث أشادت وسائل الإعلام الدولية والبعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات بإجراءات العملية الانتخابية، وأكدت البعثة أن هناك توافقا بين القوانين المصرية والقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كذلك شهدت بعثة جامعة الدول العربية على أن الانتخابات اتسمت بدرجة عالية من التنظيم والحياد. اجتمعت الهيئة العليا لحزب مستقبل الوطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وذلك لبحث الأداء الحزبي خلال الدورة البرلمانية الحالية والترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب وهيئات مكاتب لجانه النوعية. تحت شعار سياسة بمفهوم جديد، نجحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الفوز بثقة المواطن والحصول على تمثيل بارز داخل مجلس النواب، وذلك بعد أن ضمت طيفا واسعا من مختلف التيارات السياسية تحت راية حب الوطن. جيل جديد من الشباب السياسي يعد جزءا من نسيج المجتمع المصري، يدرك مسؤولياته تجاه وطنه ويرغب في المضي قدما وترتيب الصفوف وعيا بقضايا الوطن. إنه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فمنذ لحظة انطلاقها بشعار سياسة بمفهوم جديد استطاعت أن تكسب ثقة المواطن وأن تثبت له صدق نواياها وأن تشعره بأن ذاك الشعار بات ملموسا على أرض الواقع. دشنت التنسيقية عام 2018 لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية لتضم مختلف الأيديولوجيات تجمعهم راية حب الوطن. أعضاء التنسيقية أجروا زيارات ميدانية في مختلف محافظات الجمهورية لكسب ثقة المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والتعرف عن قرب على همومهم، وهو ما ترجم على أرض الواقع في حصد عدد من أعضاء التنسيقية على ثقة الجمهور في الاستحقاقات الانتخابية بمجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن تعيين عدد منهم بالمجلسين من قبل الرئيس السيسي. وعملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب نوابها الجدد بمجلسي النواب والشيوخ تحت شعار نواب بتفيد نواب، وقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضي لنقل الخبرات وبناء قدرات النواب الجدد لتحقيق شعار برلمان بمفهوم جديد الذي يتطلع الأعضاء إلى إرسائه بعد نجاح تحقيق نظرية سياسة بمفهوم جديد التي أنتجتها التنسيقية منذ انطلاقها.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 961 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة 52 حالة جديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل خروج 312 متعافيا من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة. وصلت القوات المسلحة خطتها لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا، حيث وصلت حملات التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية التي يتردد عليها المواطنون استمرارا لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة في مجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استمراراً لجهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات الدولة في مجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية والتي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والمسكي ومنطقة الأسواق وموقف الأتوبيسات ومحطة مترو العتبة وجراش الأبرة وكذا المنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومي، حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التي تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومي. بالإضافة إلى محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعدد من المنشآت المحيطة بهما. كذلك القيام بأعمال التطهير الوقائي لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة، كذلك تطهير مجلس الشيوخ. وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من انتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية السادة الوزراء والنواب والعاملين وكافة المترددين على تلك المنشآت. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، بما يسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 12800 وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 1,933,826 حالة. وبحسب المعهد فقد تم تسجيل 891 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 41,029 حالة. هذا وأظهر إحصاء لرويترز ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 90,370,000، وبحسب رويترز يقترب عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس من حاجز 2,000,000 بعد تسجيل أكثر من 1,939,000 حالة وفاة حتى الآن.
وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة من الفيروس، ثم الهند والبرازيل، ومن ثم روسيا. رحبت منظمة الصحة العالمية بإعلان الصين السماح بدخول فريق المنظمة للتحقيق في أصول ظهور فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفريق الدولي سيصل الصين الخميس المقبل. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن المنظمة تتطلع إلى العمل عن كثب مع نظرائها الصينيين في هذه المهمة الحاسمة لتحديد مصدر الفيروس وطريق عدواه للبشر. أعلن ملك ماليزيا سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه حالة الطوارئ في البلاد حتى الأول من أغسطس القادم، جاء ذلك بهدف احتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، مع بقاء إمكانية رفع حالة الطوارئ في حال تمكنت السلطات من السيطرة على عدد حالات الإصابة وتقليلها قبل ذلك الحين. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن بداية من اليوم وحتى 24 يناير. جاء ذلك بعدما أكد مسؤول أمريكي أن ترامب التقى نائبه مايك بنس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أعرب عن رفضهما لانتهاك القانون وأكد التزامهما بمواصلة العمل من أجل البلاد حتى نهاية فترة ولايتهما. يأتي هذا اللقاء الذي يعد الأول منذ أحداث اقتحام الكونغرس بعد أن تبادل الجانبان الانتقادات الشديدة خلال الأيام الماضية. إلى ذلك قال مسؤول في قيادة الحرس الوطني الأمريكي أن العاصمة واشنطن ستكون في حالة إغلاق كامل يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتتجه قيادة سلاح الجيش الأمريكي تتجه إلى رفع حجم قوات الحرس الوطني التي ستشارك في حماية العاصمة واشنطن إلى نحو 10,000 عنصر، بعدما حذر مكتب التحقيقات الاتحادي من أنه يجرى التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في العاصمة واشنطن وفي 50 مدينة أخرى. يواصل مجلس النواب الأمريكي اليوم عرض مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن القرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل 25 من الدستور لتنحية ترامب عن منصبه باعتباره تهديدا للديمقراطية. يأتي هذا بينما أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي أن التصويت على مساءلة ترامب ربما يكون يوم الأربعاء القادم. أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف أنه سيقدم استقالته من منصبه، وبحسب تقارير أمريكية أبلغ وولف الموظفين في الوزارة بأنه سيتنحى ليصبح أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يستقيل من منصبه بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي. أعلن موقع تويتر تجميد أكثر من 70,000 حساب مرتبط بجماعة كيو أندون، وهي حركة يمينية متطرفة تناصر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وقال تويتر في بيان أن هذه الحسابات كانت تنشر على نطاق واسع محتويات خطيرة مرتبطة بالترويج للعنف ونشر نظريات المؤامرة وإشعال الاحتجاجات في كل الولايات، مشيرا لأنه أزال هذه الحسابات بصورة نهائية لمنع أصحابها من استخدام المنصة للترويج للعنف. قال مصدران مطلعان لرويترز أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة. يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن. تواصل السلطات الإندونيسية جهودها لرفع بقايا حطام الطائرة التي تحطمت قبالة سواحل إندونيسيا من المياه، فضلا عن انتشال أشلاء 62 شخصا كانوا على متن الطائرة ومسجل الرحلة أو الصندوقين الأسودين اللذين يمكن أن يفهم منهما أسباب الحادث الذي وقع قبالة جاكرتا.
وقال خبراء طيران إن بيانات الرحلة تشير لأن الطائرة انحرفت بشكل حاد عن مسارها قبل أن تهبط في أقل من دقيقة وتغرق في بحر جاوة. بهذه الصور مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة العاشرة صباحا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية. مجلس النواب يبدأ اليوم دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن العاصمة. لا يتبقى مشاهدينا إلا أن نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. الشكر لكم مني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. ألقاكم بعد قليل.